إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونحن مرة إن وبرت أن تجدنا برتنك بابك سدح إلى راتنات باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث سجالات أهنا حديث بقول يسعشان يلبو أكتاك وحنو شلي انت اينا احاديث اوغد جلين انو صوت المان ارار يضو كوبيغان شروطها اللي قبا هيا قف كمركة او تلك خير كفر يحميدن او ريبيو وايته ضروري ان شروطها اللي قفكره وقف كانو كودك دقين ويحدي كرته قفك إساق أو أسعد خير خير دون إسلح من راب إنه مدي والراب يمكوي وكل عو أما قفك وأهر سيادة سادرته حتى لا يترتب على المنكر منكر منكر خصوصا منكر كلا أدلين إن هرت قفك وفي جنادة أو وحق لي هاي قابت أو هذا الكاو كلي هاي قارت أو لي هاي سيدة أو لي هاي إنتو إنو كفكره ضد كلامها الله ينسكو منازل معها ويكل دوينه قف والببنا المنزل الذي سل إلى لي ومهم يسيد حلو الشيء لها. حديثا عن أبي سعيد الحسن البصري وحل قولي أن عايد بن عمر رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد. عايد بروح أصوى قال عبيد الله بن زياد بوئيلي فقال مركب الكويري أي بني ويل كيجيو ويل كان يرو إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان مقلي رسولك يقول له إن شر الرعاء ضد مسؤولين أي وحل الراعي ومدهر جوغا لوغا ديغي مامولا لوغا ديغي مدح لوغا ديغي وحا اوغو ليتا اوغو حن الحطمة كوا وحب البوريا وتل ماما يا الربائم ويرادو ضدك مدح لا وحا اوغو ليتا كوا ان حريسا وضدك سيد دونا كيالا سياسة ان لليقي كيرين لقسية مشروع عن المرسين كريم مرسية مد حرة مد دلة مد دير الدلة مد مالك جتجة الذين لا يرحمون قوصة سجرة مركب من كان هلا يا أيوة سحابي والله هلا يا نين ما راح والله هلا يا هذا كان يسوق مدهن أريجا أيا أه إيو مدهن لكو حيري إن شر الرعاء ضد مدح أخ أما مام اللو ديبتي أموح للراعي وحاول ليتا الحطمة كوا أن حريسا ببورين تبضن إنت مركو عيري وحولي فإياك أن تكون منه وأنا كاقد ديه إن أبقلاك من نقط عندما ننكرس كفة ديه آتهاي مدح آتهاي ومدي هرجوغا آتهاي نيو إسك إلالي معنا ومحي ما ملكاها إيو سيدا ضدك أم مولي سيد هم قطو سن حريس له حال نبقى كدقي ونوسك إلال فقال له منكي هلكي لقف لين وده جزاك الخير قلت كلمة طيبة ما شو ليه لقف اجلس فريسو هذه وحنوشي أنت من نخالة محمد من نخالة أصحاب محمد حات كم تهبيلو قال الله نبي محمد كود بون شضع هذا بدر كمرك للشيء اللي هذين إيه أنت يا ردوش صارا مرك غرب بلد الصمي هذين تلا الصمي وبون شذا يرو معناها أن هاي الأسكاد ضعدي ومحولها لسي لعديو صح صح تهبين حمي إذن ما شو إن الانتصار لنفسي صمي لها والدفاع لها ما أنا صائل لها إلا ذهائي الله صانع ما بدي هنا يحيلي
وهل كانت لهم نخالة؟ حتى أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحا أسيقي سستم كجرين وحبون شام الله هاي نرت ضد حين إليد أف ذي إليد ضد ولا حلقة ولبانتي أمضأة ولبانتي بلشدة أو إلهي ودورتي أهاي مركا ماها مش أي كلام قفك مركا صحابي ما هين بولوين. طيب مركا سيري إنما كانت النخالة وسي الراعي وحيد كو أسيقي سول لاذا هي ويلي تانا وابون شاء الله لاذا هنا بعدهم إيه قذا شود بيها وفي غيرهم إذا كي كسوهر لكن صحابة وحار إن يسوق لان ضد نخالة أما إيه يكون حجيران أما وقت يقول معقول ما نقول حديث كا كل حكمة ذي سنة الإمام مسلم باوريه إيه كلمة دي سنة ما قبل سيته الشاغي النبي كان نوت الإمام صلى الله عليه وسلم وأنا نوت الإمام ضد حديث بوالد سلاش نفر كلمة أما الجهاد وحاوفة لبنى كلمة حقه ولا جهر إذا تقف مرحة أو ما هذا أكتر إنه خلدني هل كذا أنا ربي جو سيد أنا ربه نين كان إلهي درتي بوش قتلي هذا الصحابي أو فرين بوجود بيني مر هذا داعيته هاي فرين سيداته هاي وإلهي درتي بوش قيني سيد جواب تدرك حاجة إيمان يسأل معنا ما سمعناش إلى نادية نيجا كان واحد وكهري مد أديه كام ونروح كله كهري بحلاقة أمر كان كائن مال ينف يروح يجاه كوين نيجا مركي ويرك الوقا هذا ويرور نجا فريسو هاد بقى هيد ماذا ماشوا حكاها يعني يا كتير سنجري أو كل مد مركا سيك على ودي يعني ليس كوي كم هذا نجري إن هذا إسقر قري ماشي قف قد إيه لهو ماشوا أثناء انتصال لنفسي سمين لها جديد أوليه لها ورأى ذا وصانا يعدان كل شيء جنائي بروح يرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع أتكه اللي يسيد بكم الجرين إضاد كات المام يسيد مستوى أتكه اللي يسيد إياجا إيوح يعني إياجا إسكد داية بعدهم بوها إضاد كلام ولا جه لي لكن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابي وعن كم الجرين مرة هالك أروح أنا قصة بحدرسي قفكم مرك وحشي جي حداد عروتي أضو حق أضج على ما يأمر خير أضج على بضن أضدكم مية قانان وحال لجوال هالله يرى هلا كريتيجري ما يقانان ولو نقول بطن تعمل قد صومالنا هلا بكل مركز لو سكو قطو قف كعود على قف كذا تديس مركز قف كيو حلا ركز يسسي ذات قف كأو أبارة وحلا جه اللي يحبان كه اللي مثلا كان نقاش إني نقال الله جه اللي سياسة بقى الله جه اللي مركز بالغير كنا سا هذا كلب هذا كنا هذا حمار مركز يجلس وهو المحاسوب قلي مش بحب الله جه اللي صوم وحنا وحسحسين وسياسة خلدن سياسة حسون بيتقني وحن ومسألة صحسن مسألة خلدن بيتجنة لكن أنا مركي إسكوسو بونا أما إسقال يسينا أما إسقال بعنا إستهنا أراسانا أيوة فكا ولا جا وررنت هاي أيوة ولا جا دحيرية ولا جا دحرلا يا أي حاكين مركي دوت كل نوع عاصي قن مركي حالك هيركا بعشو إيجارتنا أدو ما دام أتكلم ده إله درتي أتري وأنا أذن أدي مركا أذن أرجوصا نيك المركا هو إسقطي رضوان الله عليه لأن وأنا موجين سأرك مستواها أيوة ما أنت تضعي كهلا مركي حضارات كي البحنية ولا كهلا وحيدها كم من سنسك أو مثلا الذوق العام يقفك مركو هلا هذا الكيسو وهو فين هاي يعني هذا حضارة جلت وطن قفك إنه ودمي حق إنه وشاجي انتسال نفسي ما سمينين هو كلمة روح بضمنا ونوشي بل قواعد مكتبة وحير إنما كانت النخالة في من بعدهم وفي غيرهم وأنا درسي قاري نقط هل كان مركع عجائبتي سو حديثا ليه هاي الحديث العاشر عن حذيفة رضي الله عنه قال وحيد عن النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال وحيد النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده معبودك يعني أن نفسك إذا جعنت سجد كل جرتان كل دارته لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر وأطفريسان وفريسان وناجا حميد المدريبي بمعنى فرق بطي خيرك أشياء حميد أنا كريبة أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم على عقابا منه حديث هدينا سيدة الصمين وحات هليش أتهين إلى هاي وهو سيقيا إن كسو صار عذاب ثم تدعونه مركا أدبر يسانه فلا يستجاب لكم مركا الذي لقي سنبل أجيب لذلك هذا وناك أشياء أنت أتشيكي كرتان شيء حميد الرياب حديث تالوايو وهذا ليس أتين إله سبحانه وتعالى عذاب صمدين كقصو صار وإذن كقصو الدرو أمرك عذاب كأدرك تاني هذا هذان ما أرقتي وأنا بني آدم كسيد اللي قوي يقاني أمرك عذاب كوكوها بسيد كدي وتضرعوا
يجأروني وقرآنك ما قلت إمامي مركز سجع مهل يا الله إلهنا قد فلا يستجاب لك مركز لما دقي سند لأن إن الله يملي للظالم حتى إذا إيش أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أدو تايم بالغسينة لكن مركي تير ربي أي تماظ باش يجيب الله ما ديبه. الحادي عشر حديث عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أفضل الجهاد جهاد وحعوف بظن عند أو كلمة ده كلمة عدل ده كلمة عدالة ده عند سلطان جائر تاسو تقال أسو قدره للشيخ اللي يراده عند سلطان جائر من مضحة والظالمة لقهر يراده كلمة تاسا جهاد كاسا وفض لبضان حديث مركو حنو موجي أفضل الجهاد مركو النبي ومضاف مضاف إليه ما شك يعني مركي إن ما شك تبعض وجره وجهاد ودرجات ليه إنه يسوي كالقيب سمو إنه يجري مت كسرية من لحن حالة من هوسي إنه درجات ليه ما شك نصب حدا نصد على الجهاد والجهاد عدق على الجهاد والجهاد شيطانك على الجهاد والجهاد أوراه هذا لفت تركيا هذا قلنك على الجهاد والجهاد كلمة على الجهاد والجهاد يعني علم يوقفك وكل جهاد والجهاد وحيلا هذا هاي جهادك عليه صنوف وأنواع وليه مركا وحا وفضل بدل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تعلن هذا كلمة تعلن لفت تركيا هذا أي أبا بضنا وحن مقلنا هبل وجيسي كلمة بوح كهر يرنك هبل وما لحظة كلمة ده سيدة ضد كل وبين بويري وحتى وكسكت إن إلا التوكتو كسكت أن مقلنا كلمة تعلن بهرتك هرئيس هذا كلمة ده لا ده هرتا متى كلمة للتلمامة متى ما هذا إيش هاللي ما الله فاهم قاعد هاللي يصير مرارك قاعد عبر هذا يصير ما كوتدين ما نزقش ما كراسي ولا نسينين أرت كلمة تعلم وين النقط لكن هذا ضد كلا الربعين الحوض الدوس ستين بروح الله هذا هل كاسة واحد كيري كلمة حق أدو تال حق مباهين ما حق شتى إذا ما كوا مهم إنه كلمة تعلم وين النقط علم وام إن كان مالها كجد يعني سري وشخصيا هو أبارين أدي الله فاهم قاعد وصعنه ضد كل حقوق ضدها مالها كجد يعني لكن مدة النقطة لله إلهي درتي لا بل كعوني سنقون وإني ميزاناته وإن معرفة كلمة دي هل كيدا أدكتي بوس كيدا أدكتي كلمة دا سأقف الله بدن بيه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عدل كلمة دا ما كيتي ماضو سيدا يعني سد حذنبا عين تأيدالك يلامك وإسولة بارسيه وسد حوحي النقضانة يعني بعين كلمة دو نصاصي أفضل إذا وكلمة فضل إذا عدل يعني هرو مرد عيسو بدح مرد عيسو بدي يقول ما لو بو مركو كهبة سنت إن كلمة عدل النقط وصاف البيضة وما عرفت بوس كير جودت روى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن أبو داود الترمذي بورين الإمام الترمذي يسوي سيدي مركا حديث ودرجين جريمة مسلمين الثاني عشر حديث الذي تمنار عن عبد الله أو عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد النبي ويدي والحال قد وضع رجله يضع لكتيس وصاري ودي في الغرز هل كدابة وكفول لها يعني معنا ما شاء التلمة هي بقاريك ساوي حرتي أو درجزيون كي شخان تساوي قصدي أو كعين رقاريك على الله اللي ما شاء كده الهدو النبي صلى الله عليه وسلم دابة يسي هل كي غرزي الله صاري لها لكتر سورة صاو صار الأقاقرة بسؤال ويدين فهذا أي الجهاد أفضل رسول الله جهاد لقاله كأوفض لبضل مركن إن كان سحابي أنه الجهاد فضل كجره من موقع ولا صعبة لكن سؤال هذا اللي يزودين أوحي تاي نوعية الجهاد ما دام أنواع درجات صنوف أوي كأوفض لبضل قال فهذا كلمة حق كلمة حق أو عند سلطان جائر أو لقاء الجري أما الويري من مرحة أو ظالمة أرك مركلة عدل مركلة هذا كلمة حق مرنا مرد عيسو كلمة متحن أو لا لا إن ماشي كلمة معها الكلمة بقلوا عنان كرتا كلمة بكلمة بحين نقون كرتا عن سيد الغري اللي هدهين كلمة بحين نقون كرتا عدالة كفوق بحين نقون كرتا كلمة عن حق دون هم بين نقون كرتا نوع كذا نوع مركب نقول عليه كلمة عدل كلمة حق وين مركب نقط رواه النسائي بإسناد صحيح مركب جائركو سلطان كمركب دور كسمايني كلمة جائر ومنها جائر
جار يا جور ووح قلع قلو وسلطان مدح أو مرن حباوي وحي لو ديبت وحانهن بو قلع سيد الربيع ومضي وداديه وحاق موسى سمين وحي اللي يسكو وقا تبتي توسنيد بو دمر وبال مري دنك لو دعي مركة جائر وي جائر كمارك وقف مالك لغدا عدالة دو كتك وجائر حق دو كتك وجائر سنانتي دكي لوبانا دوسا سمين وجائر إلهي منهجك وسود جودتك على الوحي حكومة ويركون كمان الحكومة وجائر جائر كوام ماشي سمرك كله هذا الضوء الغرز بغين أو بغين معجمة غين دي بعد إذا وضعت مفتوحة أو كردجا ثم راء ساكنة ثم زاي وهو ركاب كور الجمل وهلك رتيا لقفوله إذا كان من جلد هذو هرك سميسي أو خشب أو ألواح كسميسي وقيل لا يختص الخشب بجلد ولا بخشب وعكروا لي قصب معها إنه لبعض كسر ما يصنعه مر بها دي ماشي أي تعمال وقل صارته وقفك ودابريس وكقف ولا إنت ساقف فلان طبعا الثالث عشر حديثك صدحي تبناد علي بن مسعود رضي الله عنه قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحيد إن أول ما دخل النقص مركي يقوه الرئيسي أي نقصان تصاق الشيء على بني إسرائيل ري بني إسرائيل مركي يقوه الرئيسي ما ينسى أي قرام أنه كان الرجل وحايا هيد وقت ننك يلقى الرجل وننك أولا كل مو يعني لو روح با كل مو قف با قف لا كل مو فيقول مركو حلي مركو قف قف كلا لا كل مو يا هذا هبلو اتق الله إلهي كبر ودع ما تصنع وحنا سمين الفرح كالبحر فإنه لا يحل لك حلال كوما يعني معنى مركي يقول رزا نقصان تا يكوتي نوحي كوب اللابات رأيون يرى تاريخ دا يكوب اللابات يستوري كلي وعاي قف با قف كهر إيمان ايا مركاسو وعدية وكذا وانو إلهي كبق وحنا سمين سجوج وحن وحرام بقتيها هون رباضها قادا ويسو عدين ايا ثم يلقاه من الغد هذا نبريبو لك المية لبدي شرعي كل انتبه هذا نبري كل ميس وهو والحال هو كي لو عديني حميد اللي قرر يبين على حالي حالة دي سيئة ويحي بولي فرحة كل الجرى ويحي الشال اللي قوع دي بولي فرحة كل الجرى مركز النبي قلت له فلا يمنعه كان تدك وعديني كمن ريب ذلك أرنك أن يكون أكيله كي وعديني إنه وحلعه وشريبه وحلعبه وكعيده إنه الله فريسته من كان وضع عديده صامة حمي بعد كو عديده وعتره وانه إلهي كبه ما إن لبعض واحد حركة نينك ويحي فرحة كل الجرى ماشو كف وقال لها وليه لها مويحي بعض وضعها مشوق الكيش علي أن كاو عديه قولي فرحة كل الجرتها وريقاتك أنها هي قلفصان معركتي ماشو كل لها بوبا مركي نيك كون حمل ميا والله فريسانيا حبو لعونيا حبو لعبيا والله شكي سنة نبي مركو قيله فلما فعلوا ذلك مركي سيدا السميان أيا ضرب الله قلوب بعضهم ببعض إلهي بقى قلوبته اسكو قراعي شراح الحديث محيليهن كالإمام النووي وغيره أي جعل الله قلوبهم شبيهة بعض قلوبته ذا اللي سكوئ كيسي مر كيدت كوعدين لها اتق الله لها وهو بلم من نقض كي كلا كي حميد كجري واسكم إلا ما الله فريستي واتكو درستي واسكم ملانتان فولي انتجريدي حميدي بل قيب غير مقرس إلا ما أنت ما أنت دابل عز بريد بعد سيد وهدنا ماشي قولي إني كان وفولي انتاب وقوتي من إساك كدوصة مركب ثم قال مركزي للنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إلهي وحبتنا مدل على أنه لعن الذين كفروا وحي والا العمضي والا العمضي محل قوضا رحمة الله قفوه نحريسة الله قفوه من بني إسرائيل غير بني إسرائيل وحلقوا لعنة على لسان داود وعيسى بن مريم نبي داود نبي عيسى وحي الوسو الدجي وحي قوة صلى الله عليه وسلم صوت محيط ذلك أي اللعنة ثابتة تنوي وحي كسو أنت بما عصوا أي بسبب عصيانهم عاسنت أي عاسيان إلهي أو مرتس وكانوا يعتدون أي وبسبب اعتدائهم يحدرك إلي ماذا مركو الله فافيني أو أمحي مركو
ومحي ربو ضفك كان أعلاه وي عاصيا حد قد من ولي مدن كان وحي أهيا لا يتناهون ضد عن اسكر ريبن عن منكر حمي منكر كان يفعلوا أي سمين اسكر ريب جرين إلى أمرك ولا بئس ما كانوا يفعلون فللكي أم وحي فلكي سمين جرين باح ماضي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وعد أركي سئين بضم إيه كمدي إني ولي كدي كان ينقل كوي قالوا بي لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب وهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما أنزل إليهم اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون إلى آيات الكاس الشعر الضبع وحل نوشا يا مركب أيضا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل سورة المائدة أم أقرنه ليش ريب بني إسرائيل الله لعنه الذين كفروا من بني سبحان الله عن ذلك وحكى لما حميد ويسن اسكر ريب الجن نيكا المركة شلو وح ريبي أما ضرب وح ريبي ما لبعد كمركو أركي وبلا فريسان يا طبعا نين مركة شريك له مركة ثم قال نبي مركة إنه عديب كلا كجوجة والله ما كنت عرفته لا تأمرن بالمعروف وناقات فريسان وفريسان فرأة ولا تنهون عن المنكر حميد ريبيسان وريبيسان ريبئة ولا تأخذن على يد الظالم كان ظالم كان قعدت قبل إنسان قبتئه ولا تأطرنه على الحق أطرا حقا تقص بيسانه لذا هاي قهرين إنسان تقهرن شرح ليهين ولا تقصرنه على الحق قصرا حقا تحب سيسانه لذا كله يعني ضد كان مش إنسان حقا أو هدي ساعي لعويده أو كلي لما الله بيا لكن معناها مش دوين إنه أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض هديك لا سئله قلوبكم أنتم سو جرع وسكم ثم لا يلعنكم إله وإن لعنة كما لعنهم سيد يجعل الله لعنة مرك هل كاسو تمام النبي صلى الله عليه وسلم معناها إن كي أدركتان إن حمي كل عي سو قط جو وحوش هذا قط جو وحوش هذا وحمي ذا نكرب هالضبا كان ظالم كان إسكقت يوصل إلى في النين حق أنا بدك قهر مرك حق تاج أنت هاي جلجلع ما قالوا يعني روحي إن مركا إنثنائي ما قش وإله يكبق إله يكبق وإذا مصر يفهم حقنا إسكو هيا أو هالنقطة مدة إسكو حباستان أو إسكو عليسان وحقه هيدا كان هي هيدا هاي النقطة حرق إذن هيا هدي كلا صوما هل كي رهب إسرائيل ماشي إيجارين بعد جاري سان وإله ولا نعم ليه هل كان مركا النبي صلى الله عليه وسلم سنقول وعدي مركا أول ما دخل النقص مركواك نقصان هل كاسي كتير نقصان الرسمي ما همت إكنامك اللي جابك أو مركو هاسو ده نقصان ما نقصان الرسمي مرك الدين تكاسو بش ده قالوا على يسوع كبسن كرا نوعا ما عافي ما دحوم على يسوع كبسن كرا نوعا ما بني آدم صاحب بدوي على يسوع كبسن كرا رير بدوي على يسوع كبسن كرا أولاد بدوي لكن واحد على يسوع كبسن كريم والدين كوانا ماشي والنبي يقول يجري ولا تجعل مصيبتنا في ديننا إلى مصيبة بعد اعتماده دين كان انك الهي بعد متكل والله اتكيسن كراي لانه ما سواها بس كسهل انت هذا لفظ ابي داود لفظي حد ان اقرين ابو داود بس كلا ولفظ الترمذي قال وحيري لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي لأ بني اسرائيل مركي معاصي ذا كل عين نهتهم علماؤهم علماء ما كرب والاله كبق ورك استاغ ما لها لا استاغ فلم ينتهوا كما يريدون فجالسوهم الى فريستين في مجالس فقارياش هل كيف الديان بين الفريسين وواكلوهم ويحبي لعنين وشاربوهم وحبي لعبين فضرب الله قلوب بعضهم بعض مركز إلهي قلوبته اسكو مكدي واسكو قرعي ولعنهم مركز هدنا أرعي إنه نحريس كفقي على لسان داود وعيسى بن مريم نبي داود نبي عيسى بنا لسان كوضع لغول عن نظر ذلك ما عصوا كانوا يعتدون وحين يكون متجسين بسبب العيسان وبسبب الاعتداء إني عاصين لي مادن حق قدوا لي مادن فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو هذا الشيء وفدي وكان متكئا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مركي وهذا الشيء فجلس وصاف فريستد وكان متكئا ون الدنجيك سنة سوى صندع سنة الدنجيك سنة وهذا الشيء لكن مركو ما شاء مري أنت صاف فريستد وال لا والذي نفسي بيده من كل أرتي الله نفس الذي جعنتي سيكون جرت حتى تأطروهم على الحق أطرا إلا حق أدتك أتكو قهرسان أو مضح أود لسان أو أتكو وضان مويان وحكى لمسو سوي مرة مرة تعطفوهم وتفسير الإمام النووي أكثر شرحنا عيدان تقهروهم إيه ولا تقصرنه أي لا تحبسنه معناها سنوع
معناها ونوفى إليه لا تحبسنه ونوفى إلى الإمام النووي. الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر بلغوا لي إنه ليه هاي قال يا أيها الناس ضضوا إنكم لا تقرؤون هذه الآية وحاد أقرسان أيضا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ضضوا إنه سدينهم إلى شضر عدي اللونتاي وحيدي يلي بيس قف كله محلوم لكن قف بيقول لفيز هكيف فكروا طبعا ما انت نبح حلقه اللي ضدك وحلوه الشيء لكن ايات دم حلقه فهمي عادية عادية من اسك فكر لا يضركم من ضل اذا اهتديتم قف كله ما بحب ايدي يلي ما ايدي بهداها نسنتين ايات ده نوع ما محلقه فهمي كرا ان وحي مبادئ الايمان تن انا مسوي الشرحين الا الشرع والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان اي كاغه فلان تفكرتي صمه هذا مركو في الايه انا اقرا نيسان واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسولك واحد كان مقلي يقول اسوالك ان الناس ضدك اذا راوا الظالم هذا ظالم كاركان فلم ياخذوا على يديه قعمهن انا قبا اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه وحاليس أيوهين أما قرك يسارين إنه إذي الكود إلهي عذاب وكعممه كل ولا ولا مرنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة في النظم أكو عذاب وسودك هل با واحد سمري هل با كدر بيماها الطالح والصالح كم وناكسن إيكان حن انتوا ولا كعسا مركا ابو بكر وقرر ان يراد عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم معناه اذا ما هم الرؤيه يراد ولذلك ايضا هدانا ابو بكر عن تفصيل لهي اشكالات فربضون مفسرين تيسو اروريان باسي واريد لهي لكن ابو بكر بفسر في معناه اذا ما الامر المعروف ان لقت والنهي عن المنكر ان لقت معناه اذا ما هن وحال لقى وضع ايد وحيت المام لا يضركم من ضل اذا اهتديتم هذه هرت بدبات هذو اسكف فكركو مركا اسكف فكرت كدي كان لو ما يدم بيجيس أديك وما صارنا لكن معنى إذا ما معروف كتك معنى إذا ما منكر كهنين معنى إذا ما لقى فهم ما أوعي تلمانتي وكلية نين توصي إيه نين لو ما حدا توصنا أديك وأنفع ذي كان هدول لو ما سجل فيه سأقول لو ما لكن مرة بقى محوقها معادلة لصد حاجة ما إيش كود جرت أه إن وناقل فروح من المرة لقى ما صار مروح أيضا هأوفه مين أبو ربيع أبو بكر عليكم أنفسكم إذا كنت إسكف كرة لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ضد كلامه هدي لو ما هديك لشقدي ما يعني لو فهم بيقول وحا لغا ودا هداد هناك حقاكت ود هناكت كيلو من ولو ما لكن ادي مسؤوليه دا كسارنت اذا تفسيرك ايده معناها بمركه الفصيل ما هي انقفك وايضا انت سود اللي شنو يراده ولدك دتك وعدني ما لها وريغي وحان علوم ظني قيلده جوجي الى معناه ما وانا تفسيرك على الحمان كرهديسي سلوقات روى أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله باب كما باب كأفلا تناد باب تغليظ عقوبة من روح عقوبة أتكين لأتكين بأبابه أمر ضدك فري بمعروف وناك فري أو نهى كرب عن منكر منكر كرب dadku wax u sheegaya waa xun yihiin buulay asaana ugu horeeya waa fiican yihiin buulay isaga ka orday wa khalafa qawluhu fi'la oraadi sunay falkiisa khilaafta wuxuu sheegay waxa uu u sameynayana shaqo isku male waxa laga yiraahdo khud cilmi la taakhud amal adi laga sheegi jiro ka qaal allah ta'ala ilaha markuu fiir a ta'muruna an-nasa bil-birr wa tansawna anfusakum dadka wanaag u sheegaysa idinna islaam ma isaan والحال انتم تتلون الكتاب اذا الكتاب اقرنيه افلا تعقلون اذا قرش الله وحي دهان عقليه وحا وليدتا هدي قفكه مكسنمو ماشي وفق لجالسين كرو وقفكه وانا جددت وشي لكن اسا شقا كل هاي حرام بولي حرام تسا نمبر 1 ك سمي ولي اسا شقا كوم لها افلا تعقلون اذا قرش الله هنا اذا الكتاب اذا هريا انك اقرنيه انك ودت وشي إلى هدنا في رجاء الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون محاد أقول ليذين وحيد أنكم سمينين قفك إنو هالله ما هادو سمح سمينين إلى هدنا في كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون عراء وحاوين بدن إلهي أكتس إنا ترهدان وسقهدان وحيد أنكم سمينين
وقال إخبارا عن شعيب إله يسوع كور من نبي شعيب هذا الكيس كوتيشن مع رهان قران كلوس وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه مرة بين أن إذين وإذار توحن أن يكريبي زنا دوا حرام أنا وإذار أنا ربا دوا حرام وإني وإذار أنا كان حرام أنا بلا ور تام جعلني لأنه محيرة مهما يمرتي يمثل يوحي بني آدم كدق الشيطان أيضا وهمهما قف كستر أي كلمة هذا اللي يسنده كلمة معناه ما سميس وها معناه سمي هذه أكشن كاجي فعل كاجي معناه سمي لأن كلمة هذا ديتا قف كسو هاللي كرا شيطان بوحك هذا البدن مال قطب وقول له رأس قيامة قاضن بون قف كسو هاللي كرا لكن مهمهما in action إنه لا sound is louder than the word كلمة ده فعل كقفك وسمعنا أيها كحب بدن كف كت كشي شيء سوء وحقفك مركا أولية ولذلك مواقف البعض النبي صلى الله عليه وسلم مركي حكي وكليا والنبي مصلى أن تقول الله على ذاتك ما سمعنا يا رسول الله ذيك بالله مركو سمع ذاتك كده فيله يعني معنى قفك إنه يسوي بالله به فعل كنين ليه ماذا العارفين بالله وحلاقي سبحانه إنا الدهان إنا الدهان مقام واحد في ألف خير من مقال ألف في واحد قف فعل كيس وحسامين كرا وبدل كرا هل قف كن قف ببدل كرا هل كن محاضرة كن ندوة كن فتوى ما أنت نادي لشيء هل قف أنا بدل كرا قف كمركا ولذلك إلهي سبحانه وتعالى مركو هل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبي يقول لغو الضيض ما شو فارس يوحي وسمعي إذن قف كمركا وحا أكشن مركا الوسو قد بني أيو سدتي سامين كلية وقف مركا إساق اللقاء عرق صلاة إساق مركا خير مركا إساق اللقاء عرق ضد كل ضيانة لكن ضو إسكاها الله ما أنت جوجل كا كل هاللي كرا أني وكل هاللي كرا ديفايس لسمعي هذا المشكلات مالي قال كيف الدين تأقرن كرا إبليس بأقرن كرا تاما لكن وحا ضدكو يقول الدوين كلمة دون سامين إلا ذا قف كأنه فعل كله هي ماذا مرك معنا ما صمينا سقف كأنه يرى أنه العلم جاي كل لو رجع من كل عمل كي إيش ما هذا شو كل هذا صماع فلسفة لهم بعض حديث هو خطر تبضن ضد كدعاء دعاء ضد كعلماء دعاء هر تاجن أي مرة بين اللي جفك كرا أي تعي أو مرة غير كي وقف بيش ليه هم الدين تبع ما عرفت ما عليكم أنفسكم تل شيء جي مسك قاعدة تابع ولو كبر سو حديث نصوص صعدة أنا بزيد أسامة بن زيد ابن حارثة رجعوا لسبا اسكوريني يعني أيها وريني حديث كان رضي الله عنهما سجي أبيه وقال وكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالله مقلي ليه كما قلت يقول سقول يؤتى بالرجل يوم القيامة نمبى على إيمان يتجني ذي مال انتهى فيلقى مركز الغطور في النار نار الغطور فلقى حيوبي لبسكي وتو عالم شيخ مفتي على الغطور نمبى لكين يا بلي فتندلق هل كوحة شبما أقتاب بطنه على وشي سمن عرادة كجرة فيدور بها وكو ريجي كما يدور الحمار صود دمار كأو ريجي في الرحى شيد مرح تصالك وريج سيركلازيشن كيني كري والهيلي كري والهيلي كري لكن حمار بالهيل لأنه أفير القرآن كمركة دي بيقول لها باتد يصنى ده النبي صلى الله عليه وسلم قف كمركي إلهي عالم أما ومستوى دين يسير درجة سرعة لسي صام شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات درجة سرعة لسي درجة ده قف كهدو متيسن واي وحال وسوع علم درجة بني آدم كخصيص وحيوانات ككل حيوانات حتى صفو حيوان كسيس اللي ودي ما حتى هذه اللي حمار هذه اللي لا والله قرنها أما كلب اللي لا صفضة وليدته حيوان كسؤولي على وصفينها واتلو عليه نبأ الذي آتينا وآتينا فانسلق منه آدم حلو سوى ذي فمثل كمثل الكلب نيك عالمك بن بعور كمثل الكلب أي بو لم يديها لي محال دينة إلهي بو كلب عيصامة وإلهي توبر مركز سابح على إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلان أي بو أما أدوب برصة اسكو حنبار أما ميشي سأودة عرق وصاء الله العظيم صفه اولي ذات اي وكسي في سين الى كسي في محاله وحسن احترام فانسلخ وكان احب حدينتي فادبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض
أخلد إلى ضام حي إلى السماء سول الروح يبقى لسود دجي السماء إنه كح نبي أقرب لكن دولك أسكون نبي فمثله كمثل الكلب مر كان إلهي سبحانه وتعالى يقول ليه ريب بني إسرائيل مركي كعمل فلان كمثل الحمار يحمل أسفارا سيد الضمير كنت راح بارسن أو كذا ضمير مرك ضمير هدي له والله قرت لكن صفة وروح أنا وام حي اللي نقفك إن بيئ يكور يالان أنا هراد دوني متي راشين يكور يالان جاجات دوني متي و واستيبيليتي ماشي أبو سر يسوي مثل دمير مركو كتب تساور الرين مو كأقرن كلام سيف الله بس وما هل كان مرك كما يدور الحمار في الرحى وح وريج مرك لما ري وريج في سيكس أهان إيو علم أهان مرك وريج لقى حلي وح سيركليشن صمبي مرك لقى حلي دور مثال جران قرط الله سوق قانون كرا يوح الله سوق قانون كرا أنت صو شيء شاق الله سوق قانون كرا وح قص الله سوق قانون كرا لكن كما يدور الحمار وغيره سيد دمير يقول في الرحى شيد مره يقول لي او كذا الا سي فلان ومتستي على وش اسمك يسا اسو دادت فيجتمع اليه اهل النار اهل النار رم ماشي سوء ايمان امر لما ودك شل وعدي جري ولوقا كهيستو لها واني وعديه فيقول له ما يا فلان مالك هو له محاك يقول له ما ثبت لك الم تك تامر بالمعروف من وراك شيء من هذا نهاية وتنهى عن المنكر حميدا سوى شيء جديد هذا هو منابرتي مساجد لقاها نقاح من جري فيقول فلي بلا ها سيتهوتها حميدنا من ريب الجري وناقنا من فري الجري كنت فلي بلا ها كنت آمر بالمعروف وناقا فري الجري ولا آتي لا من جري وأنهى عن المنكر حميدا من ريب الجري وآتي ولا من جري وحن اسكت داية إذا أنا أقول ري وحن سمين إيران فريمانا يسر ريب ومحي مسلم من جن متفق على حديث كما تلقى مشك كما البخاري ومسلم قوله تندلق وهو بالدال المهملة تندلق دال بالأقلي ومعناه تخرج أي صوب بحيث الأقطاب أي الأقطاب أي الأمعاء ومن الإعراض واحدها قتب قتب فعل أفعال فعل أفعال صاصة مركة جمع وياه وأنا مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم وتنمام بيه وقف وناقي الشيء لكن سكيري أنكلي لكن أنا لا إيمان نبي شعيب بيقول وما أريد أن أخالفك إلى ما هناكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إصلاح للشيء وقفكم بعيش إني كم مقتول ونوحى مركز الوابة هاي رنتي المفردات إنك مقوي ونوبة هنا إن رشي نقول تطبيقي وإلى هنا وبالله التوفيق.